صباح الخير عليكم غزالات ديالي المهمات ديالي كيف صبحتو لاباس عليكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا ناشطين وبصحه جيده نتوما كتشوفوا لي لالا الفيديو ديال اليوم اش اخباركم كيف دايرين مع هاد الحراره ومع هاد الصهد الله يرحمنا الله يرحمنا الحمد لله اليوم من رمضان وكان شويه مبرد دابا تبارك الله الحراره داخله بعد يومين وحنا عندنا الحراره قولوا لي واش حتى من غير فاس الناس اللي متبعيني من غير فاس واش عندكم شي حراره ولا والو نشكركم بزاف بزاف على التعليق الزوينه ديالكم لهلا يخطيكم كلشي شكرني كل كلشي عجبات وجلي لي با كنقول لكم شكرا بزاف عويناتكم اللي غزالين وعويناتكم اللي فنين لهلا يخطيكم عليا آه اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الروتين اللي صراحه فيه بزاف ما وش لا ما يدار آه، غادي نبدا نوجد ان شاء الله ما بقى والو المناسبه اللي غادي ندير الاحتفال اللي غادي ندير داكشي علاش غادي نبدا نوجد حاجه بحاجه راكم عارفين يدي بوحدي تي ويلا كندبدب يلاه كنزيد غادي نصوب لي قديت عليه ومهم المهم داكشي على قد الحال وي حاجه درتها ان شاء الله غادي نشاركها معكم المهم احنا مدوزين هذا النهار هذا اللي درتو كيف ما كان غادي نشاركوا معكم ان شاء الله باذن الله مهم غادي نحاول انني نزرب لكم شويه لا فيديو باش هكذا تشوفوا آه كل شيء يعني ما لكم حتى شي حاجه وبالنسبه للمكياج ان شاء الله بزاف الاخوات طلبوه مني ان شاء الله دابا نشاركوا معكم وان شاء الله غادي نبقى نشاركوا معكم حتى في, في الانستغرام دخلوا عندي ها هو نخلي هني الانستغرام ديالي هنايا وغنخليه لكم في صندوق الوصف بقاو دخلوا راني كنحط فيه بزاف د الحوايج وطبيعه الحال بزاف د الحوايج كنديرهم في لي اللي بغا يتابعني عليهم مرحبا وألف مرحبا الا كنت اول مره كتشوفي القناه اش كتسنايا لالا هرتي دابا اشتركي في واحد ال... بواحد الزر الاحمر وما تنسينيش من لايك وما تنساونيش من لي كومونتير زوينه والبارطاج اللي جازيكم بخير اللي جات على خاطركم ونبداو الروتين ديالنا بالصلاه على النبي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ونتوكل على الله ويلا هي لا حطيتي التليفون في الكوزينه و تفرجي وقديش غالك على خاطرك يلا خليكم معايا وهنا الغزاله ديالي اول حاجه غادي نبدا بها هو التخمال دائما ملي كنفيق كنبدا التخمال هو الاول يعني الصالون وبيت الكلاص راكم عارفين يجي شي ضيف ولا يجي شي حد كتكوني بعدا مهنيه من جميع وتا كنسالي كلشي عاد كندخل للكوزينه كيف العاده المهم باش ما نطولش عليكم في الهضره بزاف غادي نحاول انني نسرع عليكم الفيديو كيف ما كتشوفوا راني كندير كي طرومبيه بصح فينا هذه الخفه هذه كي نسرعوها هكا في المونتاج صافي أه غادي نجمع الدنيا مزيان غادي نفض من الغبره غادي نجمع التصبين راه يبس لي هنايا وغادي نولي نشعل الماكينه من بعد وغادي نشارك معكم المهم غير القيطه القيطه وصافي صراحه هذا النهار كنت باغيا يعني نسيق التسييق الكبير وقلت مازال يعني غادي نصوب الكاطو مازال غنصوب شحال من حاجه غادي تزعلك لي الدنيا راكم عارفين دوازاتها كيفاش كترجع الدنيا سيغتو الا ما كانش كلشي عندك في الكوزينه يعني عندي الفران في البالكون خصني نمشي ونولي نرجع الدنيا كتكرفص لي بزاف قلت غادي نسيق يعني غير السياق ديالي العادي وتا شاء الله تبقى ليله ديال الليله ما قبل النهار ديال الاحتفال وعاد ديك الساعات غادي نسيق و... يعني التسييق الكبير ونجمع مزيان وان شاء الله ديك هاي... الساعه تروينا ساليت الروينه ديالي وصافي هنا من بعد ما نزار غادي نجمع مورا هنايا الطبيله وغادي نخمل بالزربه هنا راه نزار جا من المدرسه وحتى نصيفطو ان شاء الله للمدرسه في الجوج عاد غادي نبدا باش نصوب صراحه مازال زلت في الشغل واش غنصوب دوازه تاعي واش نصوب مخمرات ولا مهم كلشي خصو يتقضى عرفتو مفتونه وما الافكار عندي في دماغي بحال ما مرتبينش يعني باغا ندير كل شيء في دقه وملي كنبقى نفكر كنشوف راسي دغيا كنعيا يدي بوحديتي ولكن بعد ما نديرو ربي عوينا غادي نحاول نصوب لي قديت عليه شويه بشويه كيف ما قلت لكم في الاول وصافي يعني ما غاديش ندير شي حاجه يعني اللي مبدله ولا مغايره على الناس داك الشيء اللي في المعتاد وصافي غنديرو في في اللي غنديروه في في كاع العشيات اللي كنديروهم مع الحباب ولا الصحاب او صافي المهم هنا غادي نخمل بيت الكلاص بزاف البنات قالوا لي فاطمه صورتيش معنا بيت الكلاص بزاف الناس قالوا لي فاطمه واش بدلتي الدار ها هي هلا بدلت الدار ولكن مازال في نفس الاقامه غير في الاول كنت في دوزيام ايطاج ودابا وليت في البروميير ايطاج جات مع الحماله هي هذيك ان شاء الله دابا ندير لكم جوله في الدار مازال غنبدل الطليمطات مازال غادي ندير بزاف ديال الاصلاحات في الدار وغادي نشارك معكم اي حاجه باذن الله كيف ما وعدتكم هنايا غادي ندوز بنات هكا غادي نرش وندوز بالشطابه والكراته هاد ثاني كرويه البنات خديتهم عند بابا والله القسم يا البنات ما تسالوني حلوف الا كيحمق فيه الريحه ديال المسك كنسيق به واخا ما ديري لا جافيل حتى شي حاجه كتبقى الريحه ديالو زوينه ما كيتلقش الزفر و وكت... يعني واخا كيبقى النهار كله كنخرج مثلا نتسخر ولا نتقدا ولا شي حاجه ونرجع كنلقى داك الريحه ديال المسك مازال طالقه أه انا بعد المرات بكثرت ما كتعجبني كنقول سي محمد راه ما كنقدش نخويه في الارض ونسيق به الصراحه جاي غزال بزاف بزاف ماشي زعما كنشكرو حيت السلعه ديال بابا ولكن فريمون غزال جربوها البنات وردوا عليا الخبر صافي هنا غادي نسيق نجمع حشاكم الحمام اعزكم الله ونكمل الشيء الاخر ونرجع معكم باش نصوبوا دوازاتاي باينه هو اللي غادي نبداو في الاول باش غادي نتهنا واول حاجه غادي نديرها غادي نمشي بعدا نلبس نزار حويجاتو حيت الصهد كيقتل قتل برا غادي يلبس له الصوفيت مادا براه فرحان كي يقول لكم يا اختي أنا, انا بديت نصيف سحبت له اللي مصيف آه، مع في الزنقه يعني كي اللي بدا يلبس الصوفيت ما تكلم مازال كل واحد على آه، حسب الجو كيفاش مولف به وغادي نصيفطو للمدرسه وعاد غادي نبدا نصوب راكم عارفين الوليدات ملي كيشوفوا المراشم ويشوفوا الدلاك مكيبغيوش... ما كيبغيوش ما كيبغيوش يبعدوا عليك وانا مبرزطه يعني خصني نصوب بالزربه ومع الصبر كياخذ الوقت ايوا راكم وسفر وصفا الغزالات هنا بعد ما صيفطت نزار غادي نشارك معكم يعني الفيديو والمقادير مضبوطه غادي نخليها لكم في صندوق الوصف باش يكون كل شيء واضح وما ن... ما ن... انا ما ننساش شي حاجه وانتم في نفس الوقت يعني راه الفيديو شارح نفسه بنفسه هنا خديت زبدة ريطه وعلبه ديال الزبده ريطه وحده قطعتها مزيان ضفت عليها كاس ديال السكر سنيده وضفت عليها جوج اكياس ديال ديال الفاني تقدروا تنسموهم بالفاني تقدروا كيبقى لكم الاختيار يعني. هنا غادي نضيف تقريبا كاس وربع ديال الزيت باش كدوب لي داك سنيده وكتعاونني باش نطلقها مزيان مزيان المهم حتى الشكل ديالها كريمي غادي ندير رشيشه ديال الملحه وغادي ندير جوج بيضات يعني مكمولين غادي نحاول نطربهم مزيان هكا ما بقاش نحس بداك الثاني دابا في يديا صراحه هاد شك... هاد العجينه هادي بغيت نخرج منها بزاف ديال الشكيلات ومهم اللي عطاتو راه تبارك الله وغادي نجمع هذا الخليط هذا بكيلو ديال الفورس المزيان الممتاز يعني الخاص بالحلوى اللي شاركته معكم راه كنظن راه باين لكم دقيق النواره اللي صراحه زوين بزاف ديال الحلوى دائما ملي تمشيو خذوا غير هاد النوعيه هذه يعني كيجي لح... القياس ديالها مضبوط صافي غادي نفرق العجينه على اربعه وغادي نبدا كنطلق بالدلاك هنا غير سكتو بقوه الزربه رشيت الدقيق على سطح العمل باش نطلق بالدلاك ونسيت بلي راه خاصني ندير يعني في اكياس بلاستيكيه او اكياس غدا اياباش كتساعدنا هكا في في التليق في ديال الدلاك وصافي هذا الشكل الاول درتو على هذا القياس هذا هنا راني شعلة الفران يعني كيسخن كي و اللي صوبته كنديرو في الطبسيل و كندخل نطيب غير راكم عارفين يعني كنطير هنا وهنا يد كطيب و يد مقابله الفران و يد كتصور لكم و باش ما ننسى حتى شي حاجه وهذا الشكيل ديال الهلال تا هو صراحه كيجي زوين المهم الا زقلت لكم شي حاجه غير سمحولي لي بطبيعه الحال غادي نشارك معكم في التالي غادي نستف لكم و وغادي نوريكم كل شيء كيفاش جا وهذا التشكيل تا هو مربع كيجي زوين صراحة الاغلبيه ديال الشكيلات اللي معروفين هو هذا المربع والهلال وداك المدور وتا باقي خلاص كاينين شكيلات واحد اخرين مزيونين وصافي من بعد ما طيبت وخليتهم بردوا مزيان ولسه كنجمد هنايا الشكلاط آه غادي ناخذ كاسروله درت فيها معلقه كبيره ديال الناباج ومعلقه كبيره ديال الجليكوز خلطتهم مزيان فوق النار غير على ما تماسكوا لي شويه وصافي غادي نبدا كنلصق ونحط في الجنيب وخليكم معايا باش تشوفوا الشكل النهائي كيفاش جا وخليوا لي الاراء ديالكم في لي خليكم معايا وصفر غزارة ديالي كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي بالنسبه لذاك اللوينات الخضر والغوز هذاك الشكلاط ذوبته ودرت معاه الملون آه ملون غذائي ديال الشكلاط يعني خاص بالشكلاط ماشي ديال العجينه وكتبقاو كديروا اللون يعني عينكم ميزانكم حتى كتوصلوا للدرجه اللي نتوما باغيينها وخلاص آه زوقتهم هنا بهذه الحجيرات كيف ما كتشوفوا في الدوغي والشكل الدائري حتى هو آه زوقته بداك الفواكه المجففه داك الشيء كيبقى بطبيعه الحال على حسب الرغبه وعلى حسب اللي متوفر عندكم في البيوت ديالكم والمذاق ديالهم جا غزال صراحه صدق صدقت هذه الطريقه هذه اللي درت وتشكيلات الالوان كيعطيو واحد المنظر زويون في الطبيله ديالنا وصفة غزالة ديالي كيف ما معايا في الروتين ديال هذا النهار ساليت وتساليت كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وكنت يكون روتين محفز وفيه شويه ديال الحماس وتكونوا استفدتوا معايا ان شاء الله في هذا الفيديو ديال اليوم ويكون عجبكم الوصفات اللي شاركت معكم خليو لي في الكومونتير جو غزالي بزاف تبارك الله ما شاء الله وان شاء الله النهار ديال الاحتفال غادي يكون عاوتاني مستفين على حقهم وطريقهم غيكون داكشي مزيون بزاف واي تساؤل واي حاجه بغيتوها واي الانتقاد والاراء ديالكم على الراس والعين مرحبا و الف مرحبا آه كنقول لكم شكرا لكم على المتابعه و نتلاقاو في فيديو جديد ما تنساوش اختكم لي لايك وعفاكم لي مازال ما اشترك في القناه كنقول له مرحبا و الف مرحبا وخليو لي كومونتير زوين وما تنساوش تشاركوا الفيديو مع احبابكم و صحابكم الحال فضلا منكم وليس امرا الا عجبكم الفيديو ديالي وشفتوني غاديه في طريق مزيان يعني عجبكم هذا هاد المستوى ديال الفيديو اللي كنشارك معكم كنقول لكم السلام عليكم و نتلاقاو في نهار جديد و جديد ان شاء الله كان عليكم باي باي